اهلا بكم في الحلقه الثالثه، والحلقه دي ان شاء الله هنكون بنراجع مع بعض الباب الثالث، الاتزان الكيميائي. هناخد زي ما شفنا في الحلقه الاولى والثانيه شويه اسئله، وبعدين هنقف عند اهم النقاط اللي موجوده على الباب الثالث اللي لازم تتاكد ان انت عارف تحل على النقاط دي قبل ما تخلص مذاكره الباب الثالث. نبدا اول سؤال مع بعض. اكتب المصطلح العلمي: نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج، ده اسمه ايه؟ الاتزان الكيميائي. احنا عندنا في الباب ده في كذا اتزان، في نظام متزن، في اتزان كيميائي، في اتزان ايوني، في اتزان ديناميكي اللي هو في موضوع حاصل الإذابة. طب يبقى اذا الاتزان ده بنسميه اتزان كيميائي. رقم 2، عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، ده اسمه قانون فعل الكتلة اللي هو بتاع جولدبرج وفاي. يبقى انا هكتب المصطلح العلمي قانون فعل الكتلة. رقم 3، الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند الاصطدام، ده بنسميه طاقة التنشيط. لكن لو قال لك الجزيئات التي تمتلك طاقة مساوية أو تفوق طاقة التنشيط دي بنسميها الجزيئات المنشطة، لكن دي دلوقتي الحد الأدنى يبقى دي طاقة التنشيط. رقم 4، مادة تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تغير من وضع الاتزان، دي بنسميها العامل الحفاز. السؤال الثاني، فسر العبارات الآتية، أو ممكن يجي لك رأس السؤال علل أو أذكر السبب العلمي. تعالوا كده ناخد بعض الحاجات. رقم 1، لا تتأثر درجة توصيل حمض الهيدروكلوريك للتيار الكهربي عند تخفيفه بالماء، بينما تتأثر درجة توصيل حمض الخليج بالتخفيف. يعني بيقول لك لو حطيت المية على الـ HCl الإضاءة مش هيحصل لها حاجة، لكن لو حطيت المية على حمض الخليج أو حمض الأسيتك الإضاءة بتاع المصباح هتزيد. ليه؟ لأن حمض الـ HCl ده تام التأين، فمفروض جزيئات غير متأينة، لكن حمض الأسيتك ده من الأحماض الضعيفة فيحتوي على جزيئات لم تتأين بعد. فانت كل ما تحط مية الجزيئات اللي ما كانتش متأينة بتتأين ويبقى في أيونات وتوصل للتيار الكهربي. رقم 2، تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع المغنيسيوم تفاعل تام، بينما تفاعل حمض الخليج مع الكحول الإيثيلي تفاعل انعكاسي. خلي بالك من السؤال مقسوم لنصين، ما تتسرعش وبعدين تحل جزء وتنسى جزء. فالسؤال نصين، هيديك نص درجة على الأولى ونص درجة على الثانية. الأولى بيقول لي تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع المغنيسيوم تام، هتكتب المعادلة Mg مع 2HCl هيدينا MgCl2 زائد H2، فإذا تصاعد غاز الهيدروجين من حيز التفاعل، فإذا ده بنسميه تفاعل تام نظرا لخروج غاز الهيدروجين من حيز التفاعل. بينما حمض الخليج مع الكحول الإيثيلي انعكاسي. ليه؟ لأن المتفاعلات والنواتج خلاص موجودة في حيز التفاعل. حمض الأسيتك CH3COOH زائد كحول إيثيلي C2H5OH هيدينا إستر أسيتات الإيثيل اللي هي CH3COO C2H5 زائد المية. التفاعل بنسميه تفاعل الأسطرة، بطيء وانعكاسي. رقم 3، تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المواد المتفاعلة. ليه لما بزود التركيزات سرعة التفاعل بتزيد؟ لأن لما بزود التركيز فرص التصادم بتزيد، سرعة التفاعل هتزيد، الجزيئات المنشطة هتزيد، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل. تعالوا كده نشوف السؤال رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة. أي التفاعلات التالية المتزنة لا يؤثر فيها تغيير الضغط؟ طبعا أول ما جالك كلمة الضغط يبقى أنت هتدور على معادلة من المعادلات الأربعة، عدد المولات في المتفاعلات جد عدد المولات في النواتج. لو أنت بصيت على الاختيار الأول هتلاقي المتفاعلات 2 مول والنواتج 1 مول، يبقى دي مش هتنفع. الاختيار الثاني 2 مول اللي هو ب والنواتج 2 مول، يبقى زنديت الاثنين جد بعض يبقى زندي صح، يبقى نختار الاختيار رقم ب. رقم 2، محلول لحمض ضعيف HA درجة تأينه اللي هي ألفا بتساوي 2 في 10 أس سالب 2، إذا كان تركيزه 25 من 100 مولاري يبقى أعطاك التركيز CA، وهو عايز ثابت التأين اللي هو الKA، يبقى أنت تطبيق مباشر على القانون وهتختار. يبقى تكتب القانون KA بتساوي ألفا تربيع في CA، طبعا أنت عندك ألفا هتربعها وبعدين تضربها في CA، الناتج هيطلع معاك عبارة عن
واحد في 10 أس سالب 4 يبقى الاختيار اللي عندك اللي هو الاختيار رقم د. السؤال رقم 4 بيقول لي دور زجاجي مغلق يحتوي على غاز ثاني أكسيد النيتروجين في درجة حرارة الغرفة، وضح بالمعادلة التغير الحادث في اللون عند تبريد الدورج. رقم واحد انت تكتب المعادلة، فاكر المعادلة دي بتاعت أثر الحرارة على تفاعل في حالة اتزان، المعادلة 2NO2 لونه بني محمر، سهم رايح هتكتب عليه تبريد وسهم راجع هتكتب عليه تسخين، هيديك N2O4 زائد هيت يعني زائد حرارة عشان التفاعل ده طارد. فانت كل ما هتزود الحرارة اللون البني المحمر هيزيد لانه يمشي التفاعل في الاتجاه العكسي، كل ما هتقلل الحرارة هيمشي في الاتجاه الطردي واللون هيصبح عديم اللون. السؤال اللي بعده تقريبا مقارب ليه، بيقول لي عبر بالمعادلة الكيميائية عن التغير الحادث في اللون عند تسخين دورج زجاجي مغلق يحتوي على ثاني اكسيد النيتروجين. يبقى هي نفس المعادلة اللي احنا واخدينها، لو انت حطيته في مية سخنة او ماء ساخن ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اللون البني المحمر بيزيد. السؤال رقم 6، ما المقصود بالتميل؟ ثم اكتب معادلة التحلل المائي لملح كلوريد الأمونيوم. سؤال التميل يا شباب وبنات وانتوا بتذاكروا تركزوا عليه، لأن لازم هيجي لك درجة من سؤال التميل. هنا دول درجتين، ما المقصود بالتميل؟ التميل اللي هو عكس التعادل. طب ايه هو التعادل؟ حمض مع قلوي هيديك ملح ومية، يبقى التميل هو عبارة عن ايه؟ ملح ومية هيدينا حمض وقلوي. وهو طلب منك مثال على كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl. عندك طريقة من الاثنين، عايز تكتب المعادلتين وتجمعهم ماشي، عايز تكتب المعادلة النهائية مفيش مشكلة، نكتب المعادلة النهائية مع بعض. NH4Cl دي S حالتها الفيزيائية زائد المية L هيدينا NH4OH لأن ده قلوي ضعيف، زائد H موجب زائد Cl سالب لأن ده حمض قوي فيكون تم التأين، فالملح ده يعتبر ملح حمضي. سألني في سؤال رقم 7 تجربة، بيقول لي اشرح تجربة تبين بها أثر مساحة السطح المتفاعلات المعرضة للتفاعل على معدل التفاعل. أيوة أنا كده يعني حاسس إن أنت كده بتقول ده المعدل، التجربة بتاعت الوزنين بتوع الخرصين، واحدة على هيئة قطعة من الخرصين والتانية على هيئة مسحوق، حط على الاثنين HCl، مين اللي هيتفاعل أسرع؟ المسحوق، لكن اللي هيتفاعل ببطء هيبقى القطعة، لأنه كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل زادت سرعة التفاعل. يبقى ده المشاهدة وده الاستنتاج ودي عبارة عن التجربة. سؤال رقم 8، بيقول لي وضح درجة التوصيل لمحلول حمض الأسيتك بالجدول الآتي، ثم اكتب المعادلة الأيونية لتأين الحمض، وكتب لك التجربة في الجدول المشاهدة. رقم واحد بيقول لك اختبر التوصيل للتيار الكهربي لحمض الأسيتك 1/10 مولير، يعني ده تركيزه أكبر شوية، يبقى ده هيوصل للتيار الكهربي. طب لما تخفف المحلول يبقى الإضاءة يحصل لها إيه؟ هتزيد، صح؟ لأن ده حمض ضعيف، يبقى تزداد الإضاءة. طيب يبقى دي المشاهدة. طب المعادلة الأيونية، ينفع تكتب حمض الأسيتك زائد المية هيديك أيون الأسيتات زائد الهيدرونيوم، أقولها لك كده واكتبها معايا، CH3COOH زائد H2O سهم رايح وسهم راجع هيدينا CH3COO سالب زائد H3O موجب. للتبسيط لو انت عايز تكتب المعادلة بالشكل المبسط هتكتب حمض الأسيتك CH3COH سهم رايح وسهم راجع هيدينا CH3CO سالب زائد H موجب، دي المعادلة الأيونية. عندي شوية مسائل مهمين في الباب الثالث. رقم 9 بيقول لي في التفاعل المتزن الآتي وعطيني معادلة N2 زائد 3H2 هيدينا 2NH3. بيقول لي أولا احسب قيمة ثابت الاتزان كي سي. ايوه كده انا سامعك بتفكر كده، ودول الكي سي عبارة عن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. اول حاجة في المسألة اكتب لي الخطوات بتاعتك. رقم واحد هنكتب القانون، كي سي بتساوي تركيز النواتج، يعني ان اتش 3 الكل تربيع مقسومة على ان 2 اس 1 مضروبة في H2S3، ونعوض بالارقام اللي عندك ونطلع قيمة الكي سي. قيمة الكي سي هتطلع معاك ب60، طبعا دي ملهاش تمييز علشان الكي سي عبارة عن نسبة بين قيم متساوية. الحاجة التانية الكي سي لو طلب منك التعليق، هو ما طلبش، بس لو طلب في المسألة قال لك اكتب تعليقك على الناتج هتعمل ايه؟ اذا كانت الكي سي اكبر من الواحد يبقى التفاعل السائد هو الطردي، اذا كانت الكي سي اقل من الواحد يبقى التفاعل السائد هو العكسي. طبعا هنا السائد هو الطردي. يعني ايه السائد هو الطردي؟ يعني تركيز النواتج اكبر من تركيز المتفاعلات.
سألك في نفس المسألة بيقول لك ما تأثير كل من على معدل النشادر زيادة الضغط؟ ارجع للمعادلة وعد المولات. أدام سألك عن الضغط عد المولات. المتفاعلات عبارة عن كم قدامك؟ 4 والنواتج 2. يبقى مين أكتر؟ المتفاعلات. يبقى أنت واقف عند المتفاعلات. زود الضغط يبقى يسير التفاعل في الاتجاه الطردي، يبقى رايح للنشادر، يبقى النشادر كميته هتزيد أو تركيزه هيزيد. رقم 2 زيادة الحرارة. الحرارة بندور على التفاعل مص ولا طارد. دلتا اتش سالب معناها زائد هيت، معناها ده التفاعل ده طارد. طارد يبقى أنت واقف عند النواتج. يبقى زود الحرارة التفاعل يسير في الاتجاه العكسي، ولو مشي في الاتجاه العكسي اللي هيحصل النشادر تركيزه هيقل. المسألة الثانية بيقول لي التفاعل الآتي قيمتان لثابت الاتزان، دي مسألة موجودة في كتاب المدرسة، عند درجتي حرارة مختلفة، وعطاك H2 زائد I2 هيدينا 2 HI. قال لي الكي سي ب 850، الكي سي ب 67 عند درجة حرارة 850، والكي سي ب 50 لما الحرارة كانت 448. بيسألك التفاعل ده طارد ولا مص مع تفسير إجابتك؟ هتعمل ايه؟ رقم واحد بص لي على الحرارة والكي سي وقارنهم ببعض. لما زودنا الحرارة زادت الكي سي، ولما قللنا الحرارة قلت الكي سي. يعني لو انت بصيت كده 850 الحرارة كبيرة و67 الكي سي كبيرة، 448 الحرارة قليلة وال50 الكي سي قليلة، يبقى التناسب طردي. لو التناسب طردي يبقى التفاعل مص، علشان ما تنساهاش وانت قبل الامتحان ما ينفعش اتنين طه يجوا مع بعض. يعني لو التناسب طردي يبقى التفاعل مص مش طارد. يبقى انا اقول كده التفاعل مص، السبب بتاعك ايه؟ هقول كده لانه يوجد تناسب طردي بين الحرارة والكي سي. السؤال رقم 3 المسألة الثالثة عكسها، عطيك تفاعل برضو ليه قيمتين لثابت الاتزان، الحرارة ب 227 والكي سي ب 1.3 في 10 أس 10، والحرارة ب 727 والكي سي ب 3.8 من 10 في 10 أس 4. ايه ده؟ ده لما زودت الحرارة قلت الكي سي، ولما قللت الحرارة حصل ايه؟ زادت الكي سي. يبقى التناسب عكسي. لو التناسب عكسي يبقى التفاعل مش مص، التفاعل ماله؟ طارد للحرارة. يبقى اقول التفاعل طارد للحرارة لانه يوجد تناسب عكسي بين الحرارة والكي سي. المسألة رقم 4، احسب حاصل الإذابة كي اس بي. مسألة حاصل الإذابة مسألة مهمة ومسألة متوقعة في الامتحان، فممكن تراجع حتى المسألة بتاعت كي سي بتاع فلوريد الكالسيوم CF2. أنا هحل معاك دي دلوقتي، وفي الحلقة السادسة إن شاء الله هنكون بنحل بعض المسائل المتوقعة في الامتحان. كلوريد الفضة AgCl. أول حاجة علشان تاخد درجتك كاملة بتحل المسألة على خطوات، يبقى إي جي سي اللي هتفكها، إي جي موجب زائد سي اللي سالب. الخطوة الثانية هتكتب كي اس بي بتساوي إي جي مضروبة في سي ال، ده تركيز وده تركيز. هو عطاك درجة الإذابة بتاع كل واحد ب 10 أس سالب 5، يبقى 10 أس سالب 5 في 10 أس سالب 5 يبقى كنا بتساوي 10 أس سالب 10. دي المسألة رقم 4. واحنا بنخلص كده الباب الثالث، عايز اقول لك ان الباب الثالث ده عليه 13 درجة في الامتحان. وانت داخل الامتحان الباب الثالث فيه درجات مضمونة وانت داخل الامتحان. يلا كده الورقة بتاعتك والقلم وانت متابعني وانت بتذاكر الباب الثالث، اكتب معايا شوية الحاجات دول. يلا كده اول حاجة هنكتبها، الباب ده 13 درجة، انت عارف حاجات اكيدة جاية. فمثلا رقم واحد اجيب لك دور واحد من العلماء. انت عندك في الباب ده 3 علماء، لو شاتلي وعندك جولدبرج وفاي وعندك أوستفلد. طيب لوشت ليه؟ هتقول لي نص القاعدة. طب جولدبرج وفاك اللي هو قانون فعل الكتلة، ونقول نص القاعدة، وأوستفلد أوجد العلاقة بين درجة التفكك والتركيز. طب سؤال تاني، سؤال التميؤ، لازم هتلاقي سؤال تميؤ، يا إما في سؤال اختار، يا إما في سؤال عرف، يا إما في سؤال علل، خلاص يا إما اكتب معادلة كذا في التميؤ. طب التميؤ قلنا ده عكس التعادل، فإذا تخلي بالك وتراجع الأربع أملاح بتوع التميؤ. رقم 3، عندك 3 تجارب، التجربة الأولى بتاعت أثر الحرارة، عندك التجربة الثانية بتاعت أثر المساحة اللي احنا حليناها مع بعض. طب إيه أثر الحرارة دي يا مستر؟ فاكر الدرج اللي هو كان فيه ثاني أكسيد النيتروجين اللي هو البن المحمر، لما حطيناه في مية سخنة اللون البن المحمر زاد، ولما حطيناه في ثلج اللون اختفى. يبقى زين كل ما بتزود الحرارة في التفاعل الطارد بيسير في العكسي. يبقى زين دي بتاعت الحرارة، أثر المساحة بتاع الوزنين بتاع القطعة الخرصين ومسحوق الخرصين. طب رقم 3، التجربة الثالثة أثر التركيز، اللي هي بتاع إيه أثر التركيز؟ فاكر كلوريد الحديد 3 الأصفر الباهت مع سايوسيانات، فاكر سايوسيانات الأمونيوم؟ سايوسيانات الأمونيوم مع كلوريد الحديد 3 هيديك سايوسيانات الحديد 3 اللي هو اللون الأحمر الدموي. فكل ما بتزود المتفاعلات بيسير التفاعل في الاتجاه الطرد ويزيد اللون الأحمر الدموي، كل ما بتقلل
بيجل اللون الاحمر الدموي، كل ما بتزود كمان النواتج بيجل اللون الاحمر الدموي. فدي التجربه بتاعه اثر التركيز. عندك التجربه بتاعه اثر التخفيف بتاعه حمض الاسيتك وبتاع الاتش سي ال، كل ما بتحطوا ميه الاضاءه بتزيد في حمض الاسيتك لانه ده حمض ضعيف. عندك برضو رقم 4 المقارنات، بدي لك مقارنه من ضمن المقارنات دول ومهمين. يعني ايه ضغط بخاري؟ يعني ضغط بخاري مشبع؟ الضغط البخاري وضغط بخار الماء اللي موجود في الهواء عند درجه حراره معينه، لكن الضغط البخاري المشبع هتزود عليها اقصى ضغط لبخار الماء الموجود في الهواء عند درجه حراره معينه. السؤال الثاني في التعليل، الاتزان الكيميائي والاتزان الايوني، سؤال مشهور جدا. اتزان كيميائي لسه معرفينه من شويه، طب الاتزان الايوني ده نوع من الاتزان بينشا في محاليل الالكتروليتات الضعيفه بين الجزيئات والايونات الناتجه. طب افرض طلب منك معادله الاتزان الكيميائي، خد عندك مثلا تفاعل القسطره حمض مع كحول الديكستر وماء، عندك تفاعل كلوريد الحديد 3 مع ثيوسيانات الامونيوم اللي هو اللون الاحمر الدموي، عندك تفاعل NO2 هيتحول الى N2O4، ده كله اتزان كيميائي. طب اذا طلب منك معادله الاتزان الايوني، حمض الاسيتك مع الميه هيديك ايون الاسيتات وايون الهيدرونيوم، طب النشادر مع الميه ايون الامونيوم وايون الهيدروكسيل، دول مثالين عليك في الكتاب على الاتزان الايوني. التفاعل التام والتفاعل الغير التام الانعكاسي، التفاعل التام تفاعل يسير في اتجاه واحد نظرا لخروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه غاز او راسب، لكن التفاعل الانعكاسي تفاعل بيسير في كلا الاتجاهين اللي هو انهي اتجاهين، الطردي والعكسي. ليه؟ نظرا لبقاء المتفاعلات والنواتج في حيز التفاعل. لو طلب منك امثله، عندك التفاعل التام مغنيسيوم مع اتش سي ال، عندك كلوريد الصوديوم مع نترات الفضه، عندك مثلا اي تفاعل بيطلع غاز او بيطلع راسب احنا درسناه في الباب الثاني. طب خد لي التفاعل بقى الانعكاسي، تفاعل القسطره حمض مع كحول يديك استر وميه. سؤال تاني بيقول لي التأين التام والتأين غير التام، التأين التام ده نوع من التأين بينشا في محاليل الالكتروليتات الضعيفه اللي هو التأين التام ده بيحصل في القوي، لكن التأين اللي هو الغير التام ده بيحصل في الضعيف. يعني ايه تأين تام؟ تحويل كل الجزيئات الغير متأينه لايونات. طب التأين الغير تام؟ تحويل بعض الجزيئات الغير متأينه لايونات. طب التأين التام بيحصل فين؟ في الالكتروليتات القويه زي اتش سي ال، زي حمض الكبريتيك. طيب التأين الغير التام بيحصل في الالكتروليتات الضعيفه زي حمض الهيدروفلوريك، زي حمض الاسيتيك، زي حمض الكربونيك، كل ده عباره عن تأين غير تام. الحاصل الايوني اللي هو الكي دبليو، طب والحاصل الاذابه كي اس بي، واتعرف المصطلحين. عندك شويه تعريفات تركز عليهم خالص في الباب الثالث، درجه الاذابه يعني اكتب عندك وبعدين ارجع لهم في كتاب مدرسه، درجه الاذابه، المحلول المشبع، درجه التفكك. ايه هي درجه التفكك؟ هي عباره عن خارج قسمه عدد المولات المتفككه الى عدد المولات الكليه قبل التفكك، دي بنسميها درجه التفكك. الانزيمات، يعني الانزيمات اللي هي جزيئات من البروتين موجوده في الخلايا الحيه ودي وظيفتها بتسرع من العمليات البيولوجيه في جسم الانسان. طب ايه هو الضغط الكلي؟ مجموع الضغوط للمتفاعلات والنواتج، ده بنسميه الضغط الكلي. وتراجع لأسئلة التعليلات اللي جت في كتاب المدرسه على الباب ده، وتراجع اسئله التعليلات اللي جت في السنة اللي فاتت 2019 و2018. عندك المسائل بيجي لك مسألة من حاصل الإذابة أو مسألة من قوانين أوستفلد اللي هو بتاع الأس الهيدروجيني، وبتجي لك مسألة تانية من كي سي أو كي بي أو قاعدة لوشاتلي. أتمنى إن أنت تروح تذاكر الحاجات دول، لأن دول يبقى أنت كده مجهودك اللي أنت عملته طول السنة أنا بحاول معاك في مراجعة ليلة الامتحان، بحاول إن أنا أكون بجمع لك أهم الحاجات اللي أنت تركز فيها وتجمع كل معلوماتك علشان تطمن وأنت داخل الامتحان. وبإذن الله كل الحاجات اللي انت ذاكرتها في الباب الثالث هيجي لك منهم، ودول 13 درجة مضمونين في الباب الثالث. ان شاء الله هستناكم بعد ما تذاكروا الباب ده نكون مع بعض نشوف الحلقة اللي جاية الباب الرابع.